اهلا بحضراتكم في يورو ستارز ومعايا الامبراطور كابتن حازم. يا كابتن ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ منور حبيب قلبي، واخد لون حلو. فت اليومين دول مظبط، تعمل لايف على الانستجرام ساعه وربع كل يوم. ما انا لازم عارف انا بعمل البتاع ده عشان اشجع نفسي. اه والله لما بصور يعني كده. اه بس مش فاهم اشجع الصيف بقى. عشان الصيف، عشان الصيف الجاي عايز تروح الطريق ده كتير. مارك ايه؟ الحمد لله زوما. اه حلو، ماتشات حلوه. المانيا، المانيا ضايعه يعني. يمكن من اول ما اتكلمنا على المانيا ما نفسي اعرف فكره مولر وجريزمان، الاثنين دول انا مش فاهمهم في البطوله خالص يعني. من اول يوم بتكلم في البطوله ولا عموما؟ لا في البطوله، انا عموما يعني ماشي يعني في انديه، لكن انا بتكلم في البطوله يعني. انا ديشامب بيتكلم على جريزمان كلام رائع جامد جدا، انا ما بشوفش ده. هل انا مثلا متجني عليه وقت شايفه ازاي؟ ومولر نفس الكلام، الوحيد اللي بيلعب 90 دقيقه طول الماتشات ملوش اي تاثير. حتى الماتش اللي فات بتاع انجلترا يعني طلعه في الدقيقه الاخيره، بس مفيش حاجه يعني، مصمم عليه يشيل جنابي يشيل ساني يشيل، مش هو بيسيبه على طول. انت شايف جريزمان انا ممكن حد تاني يلعب وكان ممكن يكسبوا الفريقين دول، ولا حتى لو ما كانوش موجودين؟ هو جريزمان يعني عنصر اساسي من العنصر من الفرقه اللي فازت بكاس العالم، صعب ان هو يغيره. يعني وهو فرنسا غيرت اسلوب لعبها حازم، لو غير كاس العالم يعني. هي في كاس العالم هو بقى بتدفع الفكره الماتش اللي فات ثلاثه عشان ما عندوش باك ليفت. لاعب رابي لا 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 اسلوب اللعب نفسه يعني. هو كسب كاس العالم اللي فات كاونتر اتاكينج تيم، كان بيسيب الاستحواذ، كان بيلعب كان اتلتيكو مدريد بالظبط. كنت في الملعب بتفرج على الماتشات كلها. سيب الاستحواذ وكان عنده سرعات جامده جدا طبعا. امبابي وجريزمان وجيرو محطه، وكان غير اسلوب اللعب، ابتدى يضغط فوق شويه، ابتدى ان هو يلعب خط ديفنس عالي. وهو ديشامب دي مش مدرسته. مولر انا يعني مولر طول عمره ستايل وحش قوي بس بيجيب جوان كان وكان ممتع. انا مش ما حسيتش بيه. وبعدين فكره ثلاثه مع منتخب المانيا دي انا برده مش مستسخه يعني. انت فقد انك تلعب اساسا باطراف يعني. يمكن منتخب المانيا يعني دايما نشوف بايرن ميونخ هو الجزء المصغر من المنتخب الالماني، عندك جنابري وعندك ساني ما بتلعبش بيهم، بتلعب جنابري مهاجم مع مولر كان في الماتشات الاولانيه واخر ماتش فيرنر حطه ولعب تحتيه مولر برده ولعب بهافرز. طب انت عندك الاثنين دول طول السنه ماشيين كويس جدا اطراف، وتلعب وترفع اوفرات وكروسات، سيستم غريب جدا. ما حسيتش ان المانيا مسيطره في نص الملعب، ما تحسش ان المانيا جامده، ما تحسش ان المانيا مسيطره يعني هي اللي بتليد الماتش يعني. ماتش انجلترا بصراحه، انجلترا راجل ساوث جيت على الرغم ان هو تاريخه التدريبي لسه يعني بيبتدي، تاريخ طبعا بيبتدي خلاص يحط رجله كواحد من المدربين المهمين على مستوى اوروبا وعلى مستوى انجلترا يعني. لعب ماتش حلو قوي وعمل ماتش كويس جدا، وكان هو الاحسن طول الماتش. رغم ان هو اتعرض لانتقادات جامده من التشكيله يعني. اول ما التشكيله اتعلم كل الناس كانت بتنتقد ان هو ديفنسيف يعني. ديفنسيف لعب ثلاثة برضه، لعب ثلاثة ولعيبة نص ملعب يعني مدافعين رايس وفيليبس، واحد بيلعب في ويست هام والتاني بيلعب في ليدز، وسايب سردين لعيبة كويسة بس كويسين. لا يعني كمان فكرة يعني مثلا سانشو، الناس كلها بيقول لك سانشو هيروح مانشستر يونايتد، ما بيلعبش خالص. ايه رأيك في جريليش؟ جريليش نزل ماتش عالمي جامد، انا بحبه جدا، عنده سنس. يقال هيروح السيتي، بس شفت لما نزل الكورتين الجونين هو بتوعه، فتح على ناحيه الشمال اطم هناك، بيلعب الكورسات كويسه طبعا، واحده كين واحده ستيرلينج. بس هي هل الاحسن هو اللي وصل يعني؟ هل سويسرا احسن من فرنسا؟ هل التشيك احسن من هولندا؟ اتكلمنا على هولندا برضه يا ميدو. المفروض نتكلم على الكوارتر فاينل. ماشي خش على الكوارتر فاينل. بلجيكا وايطاليا، بلجيكا وايطاليا ماتش حلو. انا وجهه نظري ايطاليا هتكسب. وانا برضه. انت شايف ازاي؟ انا كل توقعاتي في البطوله غلط. معظمها. انا شايف ايطاليا هتكسب. ايطاليا هتكسب. ايطاليا شوف، بص ايطاليا لما يمكن ماسكين باتريك فيرا لما طلع حلل بعد ماتش ايطاليا وسويسرا، ايطاليا كسبت، قال لك سويسرا فرقه ضعيفه قوي وايطاليا لسه مش جامده، راح بقى مسكوها قال لك ادي سويسرا اللي مش عارف. ان باتريك فيرا مسك خلاص اولموست كريستال بالاس. ايطاليا وبلجيكا ماتش حلو. عايز اشوف بس بلجيكا، عايز اشوف بونوتشي ولوكاكو تبقى حلو، خناقه حلوه. بلجيكا كنت فاكرها تبقى اقوى من كده يعني. البرتغال لعبت ماتش وحش قوي، احسن بكتير من بلجيكا. ديفنس وحش قوي يعني. البرتغال لعبت ماتش كويس قوي. ثلاثه اللعيبه اللي بيلعبوا ورا عندهم 102 سنه التوتال. والله فيرمالن ويان فيرتونا بيلعب في اليابان. ايوه انا عارف. يان فيرتونا وتوبي الدرفيلد وفيرمالن، ثلاثة فوق سن 33 سنة. خلي بالك الماتش الجاي هازارد غالبا مش هيلعب.
تعور هازارد ودي بروين. ودي بروين تعور معرفش هيلعب ولا لا، بس برضو اكيد الاثنين جامدين قوي ان هم يطلعوا بره. ايطاليا هتكسب. طب اسبانيا وسويسرا؟ اسبانيا ما كانتش مقنعه بالنسبه لي تماما، ويمكن ماتش كرواتيا يعني انا شايف الشوط الثالث والرابع عشان كرواتيا وقعوا بدنيا جدا، هم كسبوا لكن عندهم مشاكل كتير. هم لعيبه كوره كويسه قوي ودايما محافظين على الكوره بصراحه، ودايما الكوره في رجلهم ويتعبوا اي فرقه، بس ما عندهم يعني مراتا جاب جون وبقى تقريبا هداف التاريخي مع توريس. انا فرحان له قوي على فكره، بس ما بيعرفش، بس ضيع جون كتير قوي. هو فقد الثقه تماما قبل الجون. لو تشوف الشوط الاول والثاني الكوره بتجيله بيقع على وشه، في كوره كتير قوي بيتزحلق انت شفت هو مش شايف يعني الناس ضغط عليه ضغط. انت سمعت الانترفيو بتاعه قبل الماتش في الراديو؟ صعب عليا وبيشتموا مراته واولاده في الاستاد وفي اللي بيقول لك وعلى السوشيال ميديا عندهم برضو الكلام عندهم ده. عندهم مفتوك عندي يعني الموضوع لا صعب. بس ليه فكرة معظم الفرق دلوقتي تلعب ثلاثة؟ يعني اسبانيا ابتدت فيها شوية في اول كام ماتش، المانيا، فرنسا، انجلترا، كل الفرق الكبيرة دلوقتي تلعب ثلاثة. معرفش هل دي هي اللي طالعة بقى خلاص؟ لا معرفش فيها مدربين كتير بيشوفوا ان هي فيها بالانس كويس، بيأمن نفسه كويس، بس هي محتاجه لعيبه بصفات معينه، محتاجه اثنين وينج باكس جامدين جدا والفيتنس بتاعهم عالي جدا، يقدروا يروحوا وياخدوا طول الخط. انا لعبتها فتره يعني وانا ماسك وادي دجله كنت بلعب ثلاثه على طول، كنت بلعب 3 4 2 1 وكانت ماشيه كويس جدا، لكن هي محتاجه لعيبه اذكياء برضه لان فيها ترحيل كتير لان هي مش زي الثلاثه بتاعت زمان اللي هو لا لما الوينج باك لا كمان فيها ترحيل كتير. الوينج باك اللي ناحيه الكوره لما بيروح يخش ثلث الملعب الاخير لازم السنتر هاف اللي ناحيته لازم بيزق وراه، لازم بيزق وراه بحته دي عشان كل الرادد يبقى بتاعه. فما فيها ترحيل كتير، محتاجه لعيبه اذكياء وحافظينها كويس. بس هي زي انا بقول دايما ان طرق اللعب عامله زي الموضه زي الفاشن، كله بيشتغل عليها. بس مش لاحظ حاجه ان كل المدربين اللي بتكسب كاس عالم لازم بيحصل لها انهيار بعديها مع المنتخبات لما بتبقى يعني ليبي بعد 2006 ولوف دلوقتي بعد ما كسب كاس العالم يعتبر اخر حاجه عملها اخر 2014 بس هو وقع بقاله كتير كاس العالم اللي فات في يعني. في حد تاني كسب كاس العالم فرنسا دي شامب بس هو فكره انا بتهيألي فرنسا هي فرنسا في 3-1 فاضل 10 دقايق هم ما لعبوش زي ما كان المفروض يلعبوا، كان المفروض نوعا ما بتهيألي كان المساحات فكره الباك ليفت خلي بالك ان هو بيلعب باك ليفت تشوف كورسات كلها من ناحية اليمين اللي نزل ناحيه اليمين من سويسرا اللعيب الاسمر ده لعيب كويس قوي شفت عمل كام كروس وعدى كام واحده فكره برضه ان انت تخسر الباكين ليفت اللي عندك هرنانديز وبعدين دينيه وبتلعب برابيو برضه اثرت غيرها الثلاثه ورابيو كمان مش لعيب خط خالص التشيك ريبوبليك والتشيك والدنمارك تشيك فرقه كويس قوي وبنت قوتها مع هولندا اي نعم طرد ليخت بس هم فرقه كويسه بتلعب كوره كويسه بدنيا فرقه دايما تشيك حتى من ايام تشيكوسلوفاكيا يعني زمان برضه تلاقي عندهم دايما لعيبه جامده وعندهم لعيبه مهاريه وعندهم سيستم في اللعب يعني اوروبا الشرقيه دي نوعا ما لسه عندها سيستم يعني تلاقي اوكرانيا كويسه تشيك كويسه حتى يعني في فرقه ما كملتش بس دايما عندهم تحس صعب ان فيها منهاره تكتيكيا بتعرف تقف بتعرف تقفل بتعرف تشتغل لا وفت كلهم فت ومعظمهم كانوا بيلعبوا في المانيا وبيلعبوا في دوريات كبيره يعني لكن هل برضه هرجع لماتش هولندا معلش تحديدا يعني فكره الطرد دي ليخت هي اللي اثرت ولا ديبور مدرب بعيد قوي انه يمسك منتخب يعني حتى كان فكره غريبه ان هو اللي يمسك بعد كومان بس هو فرانك ديبور دربني في اياكس كمدربي في المره الثانيه كمدربي بعد ما مارتينيول جه ومشي جه هو وانا كنت متوقع ان هو يبقى مدرب كويس ان هو نفس مدرسه يعني واخد نفس الخط المفروض بتاع كرويف وكومان هو دي كانت اول تدريب لا يعني الناس بعد كده فشل في كل حاجه تقريبا يعني غالبا الواحد يفشل في كل حاجه ويقوم مدرب منتخب يعني انت لعبت في هولندا ايه وجهه النظر ان انت عندك وبعدين مدربين هولنديين كويسين يعني كويسين قوي وعندك اسامي كتيره كويسه فكره انك تجيب مدرب فشل في كريستال بالاس فشل في انتر فشل ذريع كمان مش فشل يعني كريستال بالاس انت عارف راح امريكا ما عملش حاجه يعني فانك تجيبه قبل البطوله وكومان السنه اللي فاتت مخلص ان هو فاينل بطوله الامم الاوروبيه طب مين يعني مين المدرب الهولندي؟ تخيل بقى المدرب على فكره فان اسمه ايه؟ فان بيرنكوست كويس جدا
كوكو كان في فاينل كويس كويس جدا. يعني في اسامي كتير مدربين مسكوا في اس في ومسكوا فاينل عملوا اساء كويسين ومدربين صغيرين يعني. بلس اياكس طبعا فيه برضه اكيد مدربين كويسين. وفكره فان ستروي مساعد بتاعه ما اعرفش. هولندا برضه فيها حاجات غريبه بشكل. هولندا السيستم بتاعها دايما غريب. انجلترا طبعا انجلترا طبعا اقوى دفاع وكلين شيت وعاملين بطوله كويسه. كل واحد لوحده يعني تحس ما عنديش فكره يعني اسمه ايه. ستونز وماجواير دايما عندهم مشاكل خصوصا ماجواير بس ماشيين هايلين قوه بدنيه كبيره. النهارده غريبه جدا لعب ووكر سنتر هاف شمال يمين في الاول كان كان في الشمال بس لعب بس لعب مع مع لعب شويه كتير مع اسمه ايه مع سيتي كده بس ساعات اللي هي بقى ثالث يمين بيعملها انه سريع وبيقدر يغطي سريع قوي ووكر قوي. لكن فكره ان انجلترا دايما كنا بنشوف كمنتخب ما بيعملش على نفس نتيجه البريمير ليج او نفس الاداء بتاع البريمير ليج بس ليكلي بقى لا اللعيبه كلها عندها مسؤوليه. خلي بالك الفرقه الوحيده اللي بتلعب هوم يعني كل الفرق سافرت دلوقتي. لا هم في الاول طلعوا بره. لا 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 طلعوا ماتشات على ويمبلي. لا الماتش الاخير الماتش الاخير لا طلعوا بره متهيألي. لا كل الماتشات على ويمبلي يعني الويفا شايل جميل قوي لبوريس جونسون وانجلترا ان هم وقفوا جنب الويفا في موضوع السوبر ليج ده والماتش الفاينل هيبقى في ويمبلي كمان. يعني هنشوف اقوى هجوم طبعا اسبانيا 11 جول واقوى دفاع زي ما انت قلت سبحان الله. يعني 11 جول في ماتشين ماتشين اول ماتشين ما جابوش حاجه تحول غريب جدا جدا. بس ماتش كرواتيا واسبانيا كان حلو قوي يعني. كرواتيا لويس انريكي انا يعني في اخر 10 دقائق عمل ربع ساعه عمل ثلاث تغييرات خلاص كان ضمن الماتش. الكرات العرضيه يعني حتى لما تيجي تبص مثلا ماتش فرنسا وسويسرا اللي خلص سويسرا الكرات العرضيه ماتش كرواتيا الكرات العرضيه يعني دايما الكرات العرضيه مهما كنت فرقه جامده تنظيم الدفاع بتاعك والوقفه بتفرق جدا طبعا مشكله. وده يمكن اللي مفوق او اللي مخلي دايما انجلترا نوعا ما احسن في الحته دي عندهم الحته دي كويسه جدا. وده يعني حتى المانيا لما ضغطت اخر ربع ساعه وكره طويله ثلاثه اربعه واقفين طوال واقفين صح وهم بيدافعوا صح وهم بيدافعوا. لا طبعا كان كلامي مع كابتن حازم في يورو ستارز واتكلمنا كلام مهم جدا عن توقعاتنا للماتشات بتاعت الكوارتر فاينل وخاصه بعد خروج كل فرق مجموعه الموت المانيا والبرتغال وفرنسا وطبعا معاهم المغرب. شكرا ونشوفكم الحلقه الجايه على خير.